غاية الإنجيل أسعى لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يعني ما يبقاش للموت مكان فيا، مش عايز يبقى الموت مكان في جسدي، مش عايز الموت يبقى له مكان في نفسي، مش عايز الموت يبقى له مكان في روحي. هل هذا ممكن؟ نعم، الرب قال كده، قال إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. نعم، إذا أنا بكل أمانة وانضباط وضبط على أن أرفض الموت وأمتلئ من الحياة، أنا أصل ضعفت، أصل غصب عني، طب ربنا ممكن يسامحني؟ ممكن يسامح، ولكن كل مرة أنا ضعفت كنت بتشرب إيه؟ مو وقت اللي كان مفروض تتشبع من الحياة وتطلع في السلم من مجد إلى مجد، أنفقته في إنك تتشبع من إيه؟ من مو. المجد بيجي ثمرة اتحاد المجد يوم بعد يوم يوم بعد يوم، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، بينمو في الاتحاد بالمجد لغاية ما يجي يوم المجد يشع منه. ده مش حصيلة ليلة، مش حصيلة صلوة، ده حصيلة نمو في المجد. الطريق إلى البلوغ الكمال والتشبع بالمجد يتضمن حاجتين، نوعية وكم. نوعية يعني إنك تظل ممسك بنظام رفض كل ما هو للموت واتحاد بالحياة بكل استمادة. مال إيه الكم؟ الكم هو كم الوقت اللي بتقعد فيه قدام المجد. إحنا مستعجلين وعايزين نصلي صلوة نمتلئ من المجد، مفيش صلواية بتمتلئ من المجد، لكن في إيه؟ في حياة، حياة الامتلاء. قوم للوقت وارجع وادخل لحضن الرب دخولا نهائيا، وما تخرجش تاني من جوه حضن الرب، وما تضيعش تاني يوم ولا لحظة يدخل فيها الموت مرة أخرى إلى حياتك، بل يدخل المجد. وكلما دخل إليك موت أو هاجمك موت، اسرع بسرعة وتغسل منه وتقيأه وخد مجد الله بداره.